أطلق صاحب سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مشروع تطوير منطقة مصفوت في عجمان، وذلك خلال استقبال سموهما سمو الشيخ بيان بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رئيس عفوا مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في استراحة الصفية بمنطقة مشارف في عجمان. وأطلع صاحب السمو حاكم عجمان من سمو الشيخ بياب بن محمد بن زايد آل نهيان على المحاور الاستراتيجية لمشروع تطوير منطقة مصفوت، الهدف إلى تنمية مختلف الجوانب المجتمعية والسياحية والثقافية فيها. وتم خلال اللقاء الذي عرض المحاور الاستراتيجية للمشروع التي أقرها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الهادفة إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات التنموية مبتكرة في مصفوت، حيث تشكل السياحة الثقافية محورا أساسيا لتنمية المنطقة. من جانبه عبر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن سعادته وأهالي عجمان باختيار منطقة مصفوت كثاني مشروع ضمن مشاريع قرى الإمارات، وقال إنهم يتطلعون لتقديم نموذج تنموي متميز في هذه المنطقة بمواصفات حديثة ترتقي بمواطني المنطقة وبالسياحة. وأضاف سمو ولي عهد عجمان أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، ويحقق الأهداف المستقبلية الطموحة عبر استثمار الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة، بما يعود بالخير على جميع سكان دولة الإمارات. من جهته أكد سمو الشيخ بيان بن محمد بن زايد آل نهيان أن مصفوت تحمل مقومات سياحية وتراثية وتضم كوادر وطنية متميزة، وأن الهدف هو تمكين شباب المنطقة من الفرص الاقتصادية.